مستمعينا نعود لإكمال الحوار مع الدكتور مايكل. دكتور مايكل أهلا. استمعنا نحن وإياك لهذا المقطع الصوتي الذي تحدث عن عودة ابن من الولايات المتحدة في حوار مع والده. برأيك هل هذه صورة واقعية عن العرب المتواجد في أمريكا؟ هو للأسف العرب بينقسموا لقسمين لما بيجوا لأمريكا. ناس منهم بتفضل بيمسكوا بعاداتهم وتقاليدهم وبيفضلوا عايشين في بلادهم العربية حتى لو هم موجودين في أمريكا، وجزء كبير تاني بيتغير لما بيجي أمريكا وبيحس إن العرب دوت جزء مش يعني هم عمرهم ما اتولدوا في الجانب العربي من العالم وما يعرفوش العرب ومش عايزين يعرفوا العرب وبيحاولوا يتجنبوا إنهم يتعاملوا مع العرب، وده طبعا واقع محزن. هذا الواقع المحزن برأيك ما هي أسبابه؟ لماذا العرب يترفعون عن كونهم عرب ويتجنبون إدراك هذه المعلومة؟ المشكلة إن عشان للأسف في البلاد العربية احنا ما عندناش أنظمة قوية وحكومات قوية نتشرف بيها وما بنقدرش إن احنا نتابع سيستم زي البلاد الثانية، فبنحس إن احنا مش عايزين مش الحال الهمجية، مش عايزين نعيش هنا ومش عايزين نبان في أمريكا إن احنا همج، فبنحاول نخش في السيستم بتاعهم وبنحاول نتخلص من عاداتنا وتقاليدنا. إن عاداتنا وتقاليدنا مش سهلة، عاداتنا وتقاليدنا صعبة إن احنا نتعايش بيها، بس احنا عارفين من جوانا كلنا إن عاداتنا وتقاليدنا هي العادات المثلى، لو قدرنا نحتفظ بيها في أي مكان هنبقى دايما واقعيين وانا دايما وجنبي سبيكينج اوت، والناس هتبقى فرحانه وشايفه ان احنا وير ايبل تو هولد اون تو اور هيريتج، بس للاسف ناس كتير ما بتعملش كده. استاذي هذا الترفع كمان نقدر نلاقيه مع هدول الناس العرب الامريكان لما بروحوا على بلادهم الاصليه، بتحس في ترفع وفي كبرياء انهم عم بقارنوا حالهم في البلاد العربيه وفي العرب في البلاد العربيه على انهم هم باحسن أحسن منهم وبأعلى درجات. هل تؤيد هذا الحديث؟ أؤيد هذا الحديث، بس الحديث دوت بيجي من شقين. الشق الأساسي إن اللي بيبقى خارج من البلاد العربية وبيجي البلاد الغربية بيحس إنه عالي في مستواه عن الناس التانية، ومش بيبقى فاكر إنه في يوم من الأيام كان زيهم، وبيقعد يقارن بنفسه وبياخد قد إيه بالدولار وبيركب عربية إيه وساكن فين وبيته عامل ازاي ونسي شقته القديمة ونسي شارعه القديم. بس في مشكلة تانية من الناس اللي معيشين هناك في البلاد العربية ان هم بيحسسوا اللي جاي من بره انه جاي من كوكب تاني. بيحسسوا ان انت الله انت جاي من امريكا، الله انت جاي من ايه، ده انت عندكم الناس بتتكلم ازاي، على اساس ان الناس اللي في امريكا يعني ناس مختلفين يعني. فهو هي المشكلة جاية من الطرفين، الطرف الاساسي اللي نازل من البلاد الغربية للبلاد العربية بيحس ان هو مترفع.